بسم الله استعنا بالله علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس. زي ما انت شايفين عظمة القصر وسميات القوة والضلع الأول والثاني وهكذا. القوة ضلع أول تاني، وديت العضد، وديت الفقرات اللي هنا فقرات صدرية المقابلة للقص، وديت الفقرات العنقية. أيوة كده بقى. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيديو منتظر وفيديو مهم جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا وييسر على ألسنتنا الخير. يعني معانا النهارده ان شاء الله دكتور زياد عادل، الاول على الثانويه العامه 2023. وان شاء الله كده يكون في حد منكم في هذا المكان في العام المقبل، زي ما السنه اللي فاتت كان في دكتور اسلام ابراهيم، والسنه اللي جايه واللي بعدها باذن الله باذن الله ربنا ما يقطع لنا عاده يعني، وكل واحد ينقل خبراته للدفعات اللي بعده، لعل هذه الخبرات تكون لك بمثابه طمانه وهدايه في الطريق بتاع الثانويه اللي هو مش طريق سالك خالص يعني. اولا مرحبا بك يا زياد، منورنا والله. اهلا بك يا دكتور، نورك. المنوفيه فعلا منورك يعني. طمني كده، ناوي على ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله طب بشري. طب بشري، انت كنت بتسالني بحيره يعني اسكندريه والقاهره الاثنين قريبين، قررت ايه؟ القاهره ان شاء الله. اصعين اصعين. بالمناسبه اسلام، دكتور اسلام هو في القاهره برضه، هو اكبر منك دفعه، فان شاء الله يعني وانت خارج تاخد رقم وان شاء الله تتواصل مع بعض ان شاء يعني. الله باذن الله. والفكره في كليه الطب ان فعلا كل دفعه بتبقى معينه جدا للدفعه اللي بعدها يعني ان شاء الله. سريعا كده، احنا هنعمل ايه النهارده ان شاء الله؟ الفيديو دوت عباره عن اسئله انتم سالتوها، نزلنا بوست. لو قدامك اول الجمهوريه هتحب تساله عن ايه؟ الاسئله ديت هنوجهها لدكتور زياد وبعد كده هو يجاوبنا، ونحاول احنا مع بعض بالحوار ان احنا نوصلك للتجربه بتاعته. بس في نقطه، خد بالك ان كل واحد ليه تجربته الخاصه، فاحنا مش بنقول لك خد التجربه واطبعها، بالعكس انت بتشوف التجربه وتحاول تسقطها على نفسك، ففي حاجات هتنفعك وحاجات لا. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في شويه نقاط سريعه كده اي حد بيسالها لاي طالب اللي هو من اوائل الجمهوريه. السؤال الاول، انت كنت حاسس ان انت هتطلع من اوائل الجمهوريه؟ لا، هو انا كنت حاسس ان انا ان شاء الله اجيب مجموعه، بس اوائل الجمهوريه ديت يعني الموضوع هي نسبي قوي، ما اقدرش اتوقع. بس انت كان نفسك في مجموعه عاليه؟ انا كان نفسي ما انقصش اصلا. ما تنقصش اصلا؟ ده حلم غريب قوي حتى في النظام القديم، ما بالك بقى في النظام الجديد. بس ما شاء الله يعني. طيب هل عندك اصلا كان في مقدمات للموضوع دوت؟ يعني انت في ابتدائي اعدادي اولى وثانيه ثانوي، انت ايه وضعك في ابتدائي؟ وضعي في ابتدائي انا طول عمري يعني الحمد لله يعني كان مستوايا كويس. يعني مثلا في سطر ابتدائي مثلا كانت ايامنا كانت شغال زي الثانوي. فانا كنت جايب فيها ترتيب على المحافظه ما شاء الله. واعدادي بقى جت في ثالثه اعدادي مثلا نقصت 7 درجات، ما كانش هي ترتيب يعني. ثالثه اعدادي لما تنقص 7 درجات كتير. كان كتير صح. فاولى ثانوي وثانيه ثانوي برضه يعني كنت بذاكر فيهم كويس. النقطه ديت مهمه يعني. في ناس يقول لك لا يا عم ولو ثانيه دول ايه يعني هزر كده عشان تشد في ثالثه. لا، هو مش موضوع هزر وشد في ثالثه، هو موضوع مثلا ان ثالثه فيها اجزاء معتمده على اولى وثانيه. تمام. وبالاخص ان الواحد مثلا لو اتعود، بالاخص انا بدات من اولى نظام جديد. فانا حاولت ان انا اتاقلم مع نظام اكتر. جميل. حاولت اشتغل في الاسئله اللي فيه واتاقلم معاه في اولى وثانيه علشان لما ادخل ثالثه مثلا يكون الموضوع مش غريب قوي بالنسبه لي. جميل جدا. دي نقطة والله بنتكلم فيها من بدري، ان في مواد كتير هي تراكمية. اللغات تراكمية بالمقام الأول طبعا. اللغة العربية اللي أنت بتاخده في البلاغة في أولى بيفيدك في ثانية، بيفيدك في ثالثة، الموضوع تراكمي. وكذلك في المحصلة اللغوية بتاعتك في الإنجليزي أو الفرنساوي أو الألماني أو أيا كان. في مواد زي الأحياء، أنا مقتنع إن الأحياء تراكمية بالمقام الأول زيها زي اللغات. يعني أنت فاكر منهج أولى ثانية ثالثة كله متراكم، أنت بتاخد جزيئات عضيات خلايا أنسجة أعضاء في الآخر أجهزة جسم الإنسان، فده بيسلم ده. فدي نقطة كويسة جدا. وفي نقطة أنت بتقول إن أنت كنت بتركز على أسئلة النظام الجديد إزاي تتأقلم معاه، فجميل جدا. ذاكروا من أولى وثانية، الناس بتوع أولى وثانية اللي بيسمعونا ذاكروا. طيب كام ساعة مذاكرة؟ هو كام ساعة مذاكرة دي كانت متغيرة طول السنة. بس يعني انا
ما قلتش مثلا عن 6 اعتقد. جميل، يعني 6 ده المينيموم. بس هتختلف. طب ايام المراجعات ان ايه؟ لا المراجعات زادت. ايام المراجعات اصلا انا كنت قعدت من دروس في مشغول المواد طبعا اللغات، لا كنت مكمل في اللغات في المواد العلميه، قعدت في المواد العلميه دي بقى كانت يعني كان في ساعات بتزيد بقى فيها. تمام، يعني انت بتوفر وقت الدروس، المواد العلميه قعدت منها بس كنت بتتابع اونلاين بقى زي ما هنعرف كمان شويه. فده وقت اداك وقت اضافي فزودت ساعات المذاكره. بالظبط. طيب ساعات المذاكره زادت، حاسس ان المذاكره اصعب في بدايه السنه ولا اخر السنه؟ لا في بدايه السنه اكيد، اصل اخر السنه المنهج خلاص انا ظبطته عندي، فمجرد ما انا بذكر نفسي وحل بس. تمام. ده كان اخر السنه كده. انا ده رايي ان المذاكره اول مره بتبقى صعبه لان انت بتحاول تفهم الموضوع، بعد كده انا خلاص فهمت وحليت اول مره اللي هي صعبه برضه، بعد كده الموضوع بيبقى اسهل. يعني ايام المراجعه وقت المذاكره اكبر بكتير ولكن اخف ولذيذ عن اول السنه. كم ساعه نوم؟ كم ساعه نوم؟ اول السنه كنت 7-8، ففتره المراجعات مثلا احيانا وصلت 5-6. في ايام الامتحانات زادت بقى زياده قوي. زادت ايام الامتحانات؟ ايام الامتحانات كنت زادت عشان كنت احب انا عايز اريح نفسي اكتر. ممتاز. 7-8 ده الرينج الطبيعي عند اي حد. الرينج الطبيعي. 5-6 برضه يعني ما زلت في الرينج الطبيعي، ما قلتش قوي. يعني برضه انا ضد الناس اللي هو قال لك ايه ثانويه انت ازاي تنام في ثانويه، ما تنام يا عم. ما هو انت لو ما نمتش مش هتعرف تستفيد بالمعلومه اللي انت قريتها قبل ما تنام. اكيد. ولو نمت بزياده برضه الموضوع سيء. بس حته ان انت في ايام الامتحانات الوقت زاد النوم غريب. ما هو يعني انا فتره المراجعه كنت ضابط نفسي فيها فكان عندي ارهاق، يعني الارهاق ده جيت في فتره الامتحانات بقى كنت ما كنتش سايب غير مجموعه حل. فكان عندي وقت. جميل. فالوقت ده كنت بستغله في ان انا اريح نفسي انام. بالظبط، يعني انت خلاص انا عملت اللي عليا طول السنه. بالظبط. فالوقت دوت انا هذاكر بس في نفس الوقت نفسيا ابقى مستريح وجسديا برضو مستريح. عظيم جدا. طيب بتنام امتى وبتصحى امتى؟ انا بصحى يعني الساعه 5-6. ده طول السنه ثابت ده عندي من 5-6. وبنام بقى يعني احيانا في دروس عندي بتخلص الساعه 12 بالليل فيعني فكنت بنام احيانا بعد الدروس، يعني لو خلص دروس بنام. بس في العموم عشان تصحى 5-6 اظن انت تنام مثلا 10 مثلا. بالظبط. الا في يوم في اليوم اللي فيه درس الساعه 12. في درس الساعه 12. تمام، كويس جدا. طيب الحاجات بقى بتاعت المذاكره، تفاصيل المذاكره. اولا انت كنت شغال اونلاين ولا سنتر؟ انا اشتغلت سنتر معظم السنه، يعني كنت بنزل دروس معظم السنه عادي. تمام. جيت بقى في الاخر نقلت اونلاين عشان كنت عايز اوفر وقت اكتر. وعشان كل المواد ولا مواد معينه؟ لا مش كل المواد، انا اللغات كملت عادي سنتر. جيت بقى في مواد ثانيه، المواد دي مثلا اللي قعدت فيها في الدروس على الارض اشتغلت فيها اونلاين. زي اشتغلت مثلا احياء وفيزياء. طيب ليه اشمعنى المادتين دول؟ هو انا حسيت مثلا المادتين دولت محتاجين، يعني الاحياء حضرتك عارف ان هي ايه، يعني ماده عامله معضله شويه فيعني حبيت يعني ارسي دي عندي اكتر واتعلم اكتر فيها يعني. طيب افهم اكتر. طيب انت سمعت مين في الاحياء؟ دكتور احمد. اقصد يعني اشمعنى او ايه اللي وصلك اصلا؟ يعني طالب هو طول السنه في السنتر فجاه في اخر السنه وانت كنت بتقول لي ما في السوشيال ميديا، يعني كنت مش بتابع حد يوتيوب اصلا في اول السنه. لا في الاخر لا انا عايز اسمع حد اونلاين، مش بس كده ده انا هشترك كمان منصه. فاشمعنى الجوهري وانت قلت لي مستر محمد عبد المعبود في الفيزياء؟ اشمعنى؟ انا سالت زمايلي في الاحياء، يعني الاحياء سالت زمايلي قلت لهم يعني اتابع مين احياء عايز ازود فيها وافهم اكتر، قالوا لي تابع دكتور احمد. يعني والحمد لله اختار موفق صراحه. طيب انت بدات من امتى؟ احياء كنت بدات اونلاين من شهر 3 بس اشتغلت يوتيوب في حبه حلوين. يعني من شهر 3 انا ما كنتش لسه بدات مراجعه. لا انت اشتركت في المراجعه النهائيه. اشتركت في المراجعه النهائيه. لكن كنت شغال يوتيوب. يعني سمعت المنهج كله ولا منين؟ لا سمعت المعسكرات، سمعت معسكر ضمه وحركه وسمعت معسكر الهرمونات، وبدات بقى اللي سمعته اللي سمعتها من الشرح بقى المناعه. تمام، ممتاز جدا. طيب ده بالنسبه. طب انت لو رجع بك الزمن هتمشي بنفس النظام ولا هتغير في حته اونلاين وسنتر؟ يعني هو انا صراحه الاونلاين وقته احسن، يعني وقته احسن راحه، والاخص ان الواحد مثلا يعرف يلزم نفسه. عرفت تلزم نفسك خلاص يعني انت تمام. هي نقطه في الالتزام. نقطه في ان انت تعرف تلزم نفسك. طيب هل كل المواد؟ انا صراحه اللغات مثلا ارجح اخد لغات على الارض احسن.
وبرضه يعني مثلا لو ماده علميه برضه انت مستريح مع مدرس الارض وضيعش وقت مثلا قريب منك كده خلاص تمام. فاما بقى لو في وقت بتضيع الوقت يعني هي الموضوع في الاخر مفضله بالظبط. تمام ممتاز جدا. في نقطه برضه موضوع بتذاكر كم ماده في اليوم؟ هل بقى انا محدد عندي 7 مواد فسبع ايام في الاسبوع فكل يوم ماده؟ لا هو انا من النوع اللي بيزهق يعني في المذاكره، ما بعرفش اذاكر ماده متواصل. فيعني كنت بذاكر مواد يعني في اليوم مثلا كنت بذاكر 3 مواد مثلا يعني بقسم على فتره الصبح دي 3 مواد مثلا اذاكرهم. واحيانا مثلا بذاكر ماده فيها حفظ كتير ممكن افصل في النص احل لي مثلا اشوف اسئله الفيزياء ولا حاجه زي كده يعني. انا مثلا جيولوجيا بتذاكر جيولوجيا فزهقت من الحفظ بالظبط فخلاص اروح احل شويه فيزياء اشغل دماغي وارجع للاحياء تاني. هي الاحياء فيها الحفظ وفيها الفهم الاثنين ماده جميله ولذيذه جدا يعني. يبقى كل يوم اكتر من ماده حلو. طيب هل موضوع الجدول يعني الاثنين مضطرين ببعض، الجدول دوت انت كنت بتعمل جدول بشكل سنوي ولا شهري ولا اسبوعي ولا يومي؟ كنت بعمل جدول بشكل يومي قبل ما انام مثلا، احدد اهداف اعملها اليوم الثاني واصحى ابدا فيها. تكتبها؟ لا في دماغك. حاطها. انا كنت زي كده بصراحه، بس يعني كنت بصراحه لما بكتبها بتزبط اكتر، بس معظم الوقت فعلا كنت ما بكتبهاش. لو انا نايم انا عارف انا هصحى يومي مرسوم في دماغي لبكره. كنت بفضل ان انا اعمل جدول اسبوعي، بس جدول اسبوعي مش دقيق، مش عايز اقول مبهم، بس بشكل عام ان جنرال كده انا عارف يوم كذا المفروض اذاكر كذا، الساعه كام وامتى وفين مش قوي، بس بكره بالذات لا فعلا محدد يعني. تقريبا قريبين جدا من بعض في الموضوع دوت. انا دلوقتي خلصت جزء يعني مشيت مثلا خلصت شهر 8 و9 في الثانويه العامه، فبقى لي شهرين اهوت او بقى لي شهر ايا كان، المهم خدت جزء من المناهج، عايز بقى اقعد وراجع. تراجع ازاي؟ انا مثلا خلصت مثلا جزء دعامه مثلا الحركه قبل ما ابدا فيها اقرا الدعامه قرايه بس تمام، او امشي بعيني بس على المعلومات حلو. ممكن بقى وانا بحل حركه مثلا لو عندي كتاب تاني ما حلتوش احله في الدعامه قبل ما احل الحركه كمان. تمام فهمتك. يعني مع كل درس جديد انت بتقرا القديم قبل ما تبدا الجديد، بحيث ان هو لو الاثنين مرتبطين ببعض فانا اكدت على القديم عشان ابدا، عندي قاعده انطلق منها. ايوه تمام. وبتحل لو في كتاب تاني هتحله. العمليه ديت بقى بتحصل كل قد ايه؟ يعني بتراجع مثلا كل شهر ولا كل شهرين ولا كل اسبوع؟ على نفس الدرس اعتقد يعني احيانا كل اسبوع احيانا بتبقى على الشهر على حسب الضغط يعني. تمام. بس مثلا قبل ما اذاكر دايما اول درس جديد لا لازم اراجع على القديم قرايه ولا حاجه. ممتاز. هو النقطه ديت بعض الطلبه بيستصعبوها، هي في اول مره يعني هقول رايي يعني اول مره هتبقى صعبه. أكيد. انا جيت وانا بقرا الدعامه اول مذاكره اصلا انا ببذل فيها مجهود كبير، لان الدعامه درس ضخم اصلا، اربع حصص او اربع محاضرات، دعامه في النبات، هيكل محوري، هيكل طرفي، غضاريف، مفاصل، اربطه اوتار، فكل محاضره بتاخد مجهود. بعد كده لما اجي اقرا المحاضرات كلها على بعض، فان كانت كل واحده خدت ساعه مثلا فهم هياخدوا ساعتين ونص، في المره بعد كده هياخدوا ساعه، في المره بعد كده انا هعدي بعيني على طول، فكل مره بتبقى اسهل، فالموضوع مش 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 سايق خالص يعني. طيب الكتب قول لي كده سريعا كل ماده انت كنت بتذاكر من انهي كتب، ونبدا مثلا باللغه العربيه. هو اللغه العربيه انا كنت بذاكر من المذكرات بتاعه المدرس بتاعي، مذاكره يعني، بس كنت بحل بقى من كتاب الامتحان وكيان والابداع، حتى المدرس عندنا كان بيجمع الكتب ديت برضو. تمام كويس. اللغه الانجليزيه؟ انجليزي برضو كنت شغال بمذكرات مدرس، وجبت كتاب جيم برضو اشتغلت فيه. تمام. بس المذكرات في العربي والانجليزي المذكرات هي الاساس كشرح؟ اشتغلت بمذكرات وعربي وانجليزي ولغات كلها، عربي وانجليزي وفرنساوي، اشتغلت فيهم مذكرات اساسيه. مذكرات المدرس. تمام. مع بعض الكتب اللي انت قلتها في العربي، جيم في الانجليزي، فرنساوي، بونسوار فرنساوي، بونسوار في الفرنساوي. معلش بقى بتوع الالماني للاسف والله مش ما كانش الماني وانا ما كنتش الماني. طيب بعد كده الجيولوجيا مثلا. الجيولوجيا امتحان وسلطان. الامتحان والسلطان. الكيمياء. كيمياء كان امتحان ومندليف. الفيزياء. فيزياء كان نيوتن والامتحان ولسام. نيوتن امتحان وسام. الاحياء. احياء كان نفيس وامتحان والتفوق شويه. تمام. ده في الاساسي طول السنه. جميل جدا. طيب بعد كده المدرسين. انت بتقول انت كنت شغال سنه. انا كنت شغال عندي في مركز عادي. جيت بقى في الاخر لما قعدت اشتغلت في فيزياء واحياء ونصات. تمام. فيزياء مع مستر محمد عبد المعبود والاحياء مع العبد لله. تمام.
طيب في ناس كانت بتسال عن طريقه المذاكره او وقت المذاكره. انا قاعد دلوقتي هذاكر، هل انت بتذاكر مثلا مش عارف نص ساعه واقوم اخد بريك ونص ساعه واقوم اخد بريك، ولا بتاخد كتله على بعضها؟ لا انا بحب اذاكر فتره متصله. تمام، حلو. يعني فتره متصله الجزء اللي انا اذاكره ياخد حقه اكتر، وما احبش افصل يعني في الجزء نفسه. ممكن افصل بماده وماده عادي، بس في الجزء نفسه لا. تمام، ممتاز. انا ممكن بس يعني انوه على حته في الموضوع دوت. هما طريقتين في المذاكره مشهورين جدا، والناس انا اظن الشخص اللي كان بيسال عليهم، البومودورو تكنيك والديب ورك. البومودورو اللي هو انت بتذاكر نص ساعه تاخد 10 دقائق، نص ساعه 10 دقائق. الكلام دوت انا شايفه مش منطقي في ثانويه عامه. ممكن ينفع في تاسكات، حاجه انت بتعملها بايدك فبتستريح وتقوم، انما حاجه ذهنيه انا محتاج ذهني يبقى متصل في التفكير، فالبومودورو مش نافع خالص الا مع شخص هو مش قادر يقعد على الكتاب اصلا. الوقت اللي هو بيعرف يركز فيه مش كبير، فمحتاج ان هو انا هفصل عشان اقدر ارجع تاني. بعد كده بيطور نفسه، نص ساعه بيخليها ساعه الا ربع، يخليها ساعه، لحد ما يوصل لمرحله اسمها الديب ورك اللي هو زياد بيتكلم عنها، اللي هو انا هقعد فتره كبيره على نفس الحاجه. لان انا بحس اصلا ان اول نص ساعه المذاكره ديت انا لسه بدخل في المود. بعد كده بقى بلاقي ان الافكار متصله. فده رايي بصراحه. جميل جدا، ممتاز. طيب بعد كده الحاجات المتراكمة، انا جيت مرة حسيت ان انت مثلا حسيت ان في جزء متراكم، هتعمل فيه ايه؟ هجزأه مثلا على ايامي، يعني مثلا لو ما عنديش وقت في اليوم ممكن اخد نص ساعة ساعة من وقت النوم حتى، يعني لو ما فيش وقت خالص في اليوم، بس اعتقد يبقى في وقت عجيد يعني. بجيب الجزء ده بقى اجزأه مثلا على ايام الاسبوع ولا حاجة، لو هو جزء بسيط او جزء اكبر بقى على حسب ايام. تمام، واخد جزء منه كل يوم. حلو، يعني الموضوع مش معضله. لا اكيد يعني انت كده كده عندك وقت، الوقت دوت كان بيستهلك في حاجه ملهاش لازمه، وانت دلوقتي عليك تكلفه، فخلاص لازم تاخد من وقت الراحه للايه للحاجه دي. حتى انت بتقول حتى لو هاخد من وقت النوم، فخلاص الموضوع محلول. في ناس بقى يحس ان هو لا انا عايز اسبوع فاضي عشان لما المتراكم، مش هتحصل، في جديد وفي متراكم، فلازم الاثنين يمشوا مع بعض. ممتاز جدا، اجابات نموذجيه، راجل جاي مذاكر ما شاء الله. افضل طريقه لحفظ كلمات الانجليزي، في ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده. كلمات الانجليزي انا كنت مثلا بحفظ مجموعه كلمات. احنا عندنا اصلا الانجليزي متقسم يونت يعني في كل يونت عليها موضوع معين. تمام، كنت بذاكر كلمات اليونت واكتب بقى اسي مثلا على الكلمات دي، يعني بتستعمل الكلمات في جمل. بكتب اسي عليها. ممتاز جدا. واظن ان كان في الانجليزي الكلمات اصلا انت بتستخرجها من قطعه، يعني هي الكلمات مش بتجيلك كده يلا الفوكابولري احفظه. او احنا يعني اعتقد في النظام الجديد ما عادش حد بيقرا قطع اصلا موجوده في اليونتس. انا اقصد ان انت لما تقرا القطعه انت هتفهم الجمله اكتر ما تقراها لوحدها. اكيد. وبعد كده تستخدمها، يعني ده ليفل تاني اصلا. بالظبط، اللي هو ان انت تجيب الجمله انا فهمتها وحفظتها وبعد كده استخدمتها. عظيم جدا. طيب الفيزياء بتذاكرها ازاي وبتحل ازاي؟ الفيزياء انا كنت اتابع الشرح جدا، يعني انا الشرح كان عندي اساسي وبحل كتير قوي الفيزياء، يعني الفيزياء كان اساسي حل. الشرح يعني كنت كل ما عاوز اذاكر لا اسمع شرح. ما امسكش ورقه وقلم واكتب، اصل يعني معظمها حاجه معتمده على تطبيق. فهمتك، يعني بدل ما اقعد اذاكر ساعه لوحدي انا هسمع فيديو للمدرس بيشرح. او هسمع الشرح بتاع المدرس بتاعي. بالظبط، واحل وتحل مع نفسك. ما عدا بقى الفيزياء الحديثه مثلا فيها شويه اجزاء عايزه ايه، عايزه مذاكره شويه، دي بقى تعدي تذاكرها عادي. تمام، لان في معلومات مكتوبه فعادي انت ممكن تقعد تذاكر. ممتاز. طيب اظن زياد ذاكر وناس كتير ذاكرت. زياد ذكي ان شاء الله، واضح جدا، وفي ناس كتير اذكياء. هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى اكيد اولا واخيرا، ولكن اظن ان كل واحد بيبقى عنده بيسموها بوينت اوف ديفرنس، الحاجه اللي انت حاسس ان هي كانت مميزه عندك. ايه؟ وانا يعني عندي ثقه بنفسي يعني الحمد لله. يعني عندي ثقه ان انا مجهودي اعرف اوظفه. ممكن احول الجمله يعني ابينها شويه بس للناس، اللي هو الخوف. في ناس بتبقى دايما قلقانه، اللي هو هو نقدر، هو عامل كده، هو طول الوقت واخد البوزيشن اللي عامل كده. فلا يا عم خليك كده، هي الثقه مش معناها ان انت بتوكل لنفسك او ان انا ما لا لا، بس عادي يا عم، انا ان شاء الله ان شاء الله بحول الله وقوته اقدر. فدي نقطه مهمه جدا، وحتى انت كنت بتقول في البدايه انا كنت عايز اقفل. فدي نقطة مهمة، اللي انت تبقى عندك ثقة ان انت ان شاء الله تقدر تعمل حاجة زي كده، ان هي مش مستحيل.
نقطه مهمه وغايبه عن معظم الطلبه اصلا. كل الطلبه حاسين ان هو ده نظام جديد، ده انا لو ده لو جبت بس نص درجه ابقى كويس. هو اصلا مدمر نفسيا ومقتول نفسيا من قبل ما ابدا بدايه السنه. طيب هو انا اكيد مش هذاكر المواد كلها بنفس الوقت وبنفس الطريقه، فازاي كنت بتوزع مجهودك ما بين المواد؟ هو المواد مثلا هو طبعا بيختلف من واحد لواحد، انه مثلا لو شخص شاطر في الانجليزي فالانجليزي يديله مجهود اقل، طب هو كويس فيه خلاص. مثلا في مواد انت يعني عندك يعني دروب فيها شويه، لا دي تذاكرها اكتر، يعني هو على حسب كل شخص يعني مش شيء ثابت. تمام، بس اظن في حاجات عامه، يعني ايه الماده اللي كانت بتاخد منك اكتر وقت؟ اكتر وقت عندنا كان وقتي اغلبه كان في الكيمياء مثلا. كيمياء كان عندي كيمياء تاخد وقت اكبر. مين الماده اللي حسيت ان هي ما ارهقت يعني ما حصلش منها ارهاق طول السنه؟ الفيزياء. Yeah. الفيزياء كانش عندها ارهاق منها طول السنه ما شاء الله. كويس جدا. واكيد الفرنساوي طبعا. وجيولوجيا. الجيولوجيا لا، الجيولوجيا يعني كان فيها جزء حفظ كبير. اكيد فيها تفكير برضو، بس يعني ليها لازم حفظ الجيولوجيا. فيعني المادتين اللي ما ارهقوش يعني كانت الفيزياء والفرنساوي. الفرنساوي ده ماده بالظبط ماده مايعه كده لطيفه يعني. طيب نبدا بقى في الجزء الخاص بالجزء النفسي، وده انا شايفه مهم جدا بالنسبه للطلبه. ناس كتير جدا بتسال ازاي كنت بتتعامل مع فكره الشغف؟ هل انت طول الوقت حاسس بتحفز ويلا هنهد الدنيا، ولا احيانا بيحصل لك احباط؟ لا هو اكيد بيحصل احباط، بس يعني الانسان لو ما كانش موضوع من جواه هيفقد الشغف ويفقد اصلا الهدف اللي هو عايزه ويقعد مش هيشتغل. بس هو حتى لو انت برضه فقد الشغف اشتغل برضه يعني. يعني بغض النظر عن الاحساس الداخلي، اي حاجه انت اشتغل، اصل هو المخ هو الحاجب. انت حكمت لنفسك انك تقعد تذاكر، مالهاش دعوه انت زعلان ولا فرحان ولا ايه، انت خلاص اللي هي انت مطالب بالسعي في وسط هذه المعمعه. بالظبط، اللي هو هنسعى مهما كان. عظيم، لان في كتير من الطلبه هو بيقع وبيبلط في الخط. اصلا محبط. ماشي، محبط عليك وعليك دروس، قوم ذاكر. القومه ديت اصلا محتاج العزم دوت، هو بعد كده هيجيب عزم وهتلاقي الدنيا ضارت. انما الاستسلام للاحباط سيء. طيب يعني انت اكيد ساعات كده اللي هو ايه، في فيديو تحفيزي، انشوده تحفيزيه، حد بيتكلم اللي هو قوم بقى وطلع المرض اللي جواك والحاجات دي، تسمع الفيديوهات دي؟ لا لا صراحه، هي ممكن تيجي قدامي عادي يعني. بس انا ما ادخلش مثلا يوتيوب عشان اروح اسمع فيديو كده. امال التحفيز بيجي لك منين؟ هو عدى من نفسي انا. كل واحد عنده حاجه قدامه عايز يعملها خلاص يعني اشتغلها. مش بقول لك الراجل ده مذاكر؟ اجابتنا مزاجيه يا باشا. فعلا صح، لو كان التحفيز خارجي فالتحفيز الخارجي دوت ممكن ينقطع اصلا، ليش حد يحفزك وبعد كده بيتحول الى حاجه مش محسوسه، ممله. سمعت الفيديو، ايوه سوف نبقى ولو كيزونا الالم وكم سيرنا من الاله ونقعد نعيط شويه بعدين بقى. ولكن فعلا ان انت قدامك هدف عايز توصله، التحفيز نابع من الداخل، فده اقوى بكتير طبعا. طيب درجات الدروس، يعني انت درجاتك في الدروس كانت عامله ازاي؟ هل بقى انت الواد اللي بيقفل كل مره ده وبياخد جوائز على طول، ولا عادي كان في دروبات؟ لا بقفلش كل مره اكيد، بس كان في دروبات، بس مش دروبات كبيره يعني الحمد لله. يعني مثلا النورمال او الطبيعي انت كنت بتنقص قد ايه؟ درجه 2. درجه 2 حلو، يعني ماكسيمم 5. كويس. طيب الامتحانات انت كنت شايف ان هي صعبه ولا سهله؟ امتحانات الدروس مش اخر السنه. امتحانات الدروس هو يعني مثلا انا احيانا في امتحانات رحت يعني لما اكون مذاكر وخلص درسي وحل الاسئله اللي عليه ورايح الامتحان، اكيد الامتحان ما بيكونش ليفل صعوبته عالي، بس بقى انا احيانا بتزني في الوقت بس بضطر اروح امتحان. يعني حتى انا ما ذاكرتش بروح امتحان. عظيم، عشان بعد ما اشرح الحصه عايز اطبق بقى اي حاجه يعني. فدي بقى احيانا كنت باجي في درجات، مثلا لو الدرس دوت في دماغي اكتر احيانا ما يجيش في درجات، بضطر ارجع اذاكر الدرس تاني واحل الامتحان تاني. طيب المرات مثلا اللي حسيت اللي هو لا والله حاسس ان انا نقصت كتير، او يعني انا ذاكرت كويس جدا ونقصت مثلا 5 درجات. طبعا 5 درجات ده بالنسبه للناس ممكن يكون ده طبيعي يا عم. ممكن يكون امتحانات دروس عندك مثلا كانت اخف شويه، او عادي يا عم ما هو لسه في البدايه ممكن يكون هيتطور. بس اقصد يعني المره اللي انت حسيت فيها ان لا درجاته قليله، التعامل معاها كان ازاي؟ هو امتحانات العربي يعني هو كان عندي مشكله فيها، يعني حتى المدرس اللي كان بيديني كان قال لي مثلا ان المتحرر، انا كنت بقرا متحرر يعني في عربي كنت بقرا متحرر. هو مدرس كان مظبطنا في النحو. ممتاز. فالمتحرر كنت بقرا فيه،
فهو انا حالا كنت جالي احباط ان انا اصلا يعني الاسئله خلاص انا مش عارف احلها اصلا يعني مش عارف اختار. ف يعني جات لي فتره كده ان انا زعلت من العربي ومكنتش عايز اذاكره اصلا حتى مش هذاكر اي حاجه في العربي اصلا. بس جيت بقى مثلا قلت ان انا عايز اعوض في الامتحانات اللي جايه. انا كل حاجه بتعوض مثلا اصلا الامتحان ده 6 7 8 درجات حتى لو كانوا 10 درجات عادي يعني الامتحان جاي اعوضه. حلو. يعني هي الفكره كلها انت امل يعني في مشكله بالزبط. انت بتحاول ان انت ما تهربش منها. في ناس بتعمل كده كتير على فكره. انا عندي مشكله في الماده الفلانيه خلاص مش مذاكرها. يعني ايه مش مذاكرها؟ بالعكس ده الماده اللي انت بتنقص فيها ده حافز ليك اكتر ان انت تذاكر اكتر. انا فاكر احنا كنا نظام قديم يعني المفروض اصلا ما ننقصش. النظام القديم ده عشان تدخل طب انت لازم تجيب 98.5 فيما فوق. كان اول امتحان فيزياء انا جبت 23.5 من 30 وكانت صدمه بالنسبه لي. انا اقسم بالله كلت الفيزياء حرفيا. ده كان دافع ليا قوي جدا اللي هو المدرس بقى كان ايه مش حوار ان هو بينافسني على قد ما هو ايوه جوهري عايز اشوف بقى تطلع تعمل ايه المره الجايه. المره الجايه جبت 28 ده كان قليل بس امتحانات المدرس كانت صعبه. المره بعدها 29 المره بعدها 27 وهكذا. يعني كان في سجال انا هنقص لا انا هجيب احسن. اول امتحان كيمياء زمايلي ما شاء الله كلهم احنا كنا شله مع بعض كلهم اتكرموا ما عدا انا. فحسيت لو طب وربنا لا اتكرم المره الجايه مش ههرب من الكيمياء. وفعلا اتكرمت المره الجايه لان انا خلاص انا جبت اخري في الباب الثاني في الكيمياء وهكذا بقى. على عكس الجيولوجي قفلت في اول امتحان وخدت ساعه وبعد كده ما قفلتش ولا امتحان طول السنه. ليه؟ حسيت ان انا خلاص بقى انا كنج الجيولوجيا بقى لعبتي فيعني ايه وكلت الى نفسي فيها. طيب الصحبه هل انت كان ليك شله معينه كده ولا لوحدك؟ وانا كان عندي مجموعه من صحابي يعني كلهم كويسين الحمد لله. وهم صراحه يعني كانوا بيساعدوني يعني احنا كنا بنناقش بعض كتير. النقاش كنا بنناقش كتير قوي. حلو. وفي الاحياء كنا بنناقش كتير وفي الفيزياء بنناقش كتير. معاك في كل الدروس؟ كانوا معايا في كل الدروس يعني اغلب الدروس كانوا معايا. تمام. طيب المقارنه الناس شاطرين بتناقشوا كتير الدرجات اظن مش انت الاول على طول. لا اكيد. فالمقارنه ديت هل هي كانت حاجه محفزه ولا حاجه محبطه؟ هي الاثنين اكيد يعني انا شايف ان هي محفزه بحيث مثلا شايف قدامك ناس شاطرين انت شغال هتزود شغلك عشان تبقى زيهم طالما انت اصلا شغال. طالما انت شغال انت بقى لو مش شغال هم هيحبطوك انك انت تحس ان هم حاجه وانت مش موجود. هم في ليفل ثاني وانا قاعد محلك سر فانت تحس باحباط اكتر. تمام صح. انما لو هم سابقينك بخطوه ما انا جاي وراك بالظبط هجيبك فيبقى حاجه محفزه. تمام. وده كله اصلا هو المقارنه عمرها ما هتوصل لحقد. هي مقارنه غبطه بيسموها ان انت تتمنى ما عند الغير دون ان تتمنى زواله. يعني خليه شاطر بس انا عايز ابقى شاطر زيك. اكيد. دي حاجه جميله جدا. طيب موضوع السوشيال ميديا موبايلك معاك فاكيد بقى عندك فيسبوك وتويتر وانستجرام والحاجات دي ولا ايه؟ عندي فيسبوك وعندي واتساب وتليجرام وكده. بس تستخدمهم على طول بقى؟ لا مش على طول صراحه. انا مش محب السوشيال ميديا اصلا. بس الواتساب كنت بستخدمه مثلا عشان اتناقش مثلا مع صاحبي في حاجه او عايز اكلم حد ثاني. يعني واتساب وسيله التواصل. واتساب وتليجرام برضو. الفيسبوك بتفتحه قد ايه مثلا؟ فيسبوك كان نادرا. إيه؟ انا اصلا ما بحبش الفيسبوك يعني ما بحبش السوشيال ميديا اصلا. كان نادرا ما افتحه. جميل. طيب هل بيجي عليك اوقات كده في السنه تلاقي دماغك مسحوله في التفكير في النتيجه؟ يا لهوي هيحصل ايه في النتيجه؟ يا لهوي الامتحانات ممكن تيجي ازاي وانت لسه في البدايه؟ في البدايه في اول السنه خالص. في اول السنه وانا شغال كده قلت ايه يعني مثلا كنت جيت فتره ان انا عايز اذاكر اسئله الليفل بتاعها مش موجود اصلا في المنهج. عشان انا قلت الامتحان هيجي ليفل اصعب ماشي لا لازمه يعني. يعني علي التفكير على الفاضي وجيت احل اسئله سهله كنت بغلط فيها. فبدات بقى من ساعتها ان انا ادرج الاسئله احل اسئله سهله وبعد كده اسئله اصعب فاصعب فاصعب. تمام. النقطه دي مهمه جدا. بص يا شباب اسمحوا لي بقى ان انا اتخذ الموضوع دوت يعني منطلق الموضوع للفكره دي. لما تيجي تحل في اي ماده بالله عليك ما تبداش خط لزق في اصعب كتاب انت عارف ان هو اصعب كتاب. يا استاذ ما هو الامتحان بيجي في مستوى الكتاب ده. ايوه الكتاب ده بيسالك عن معلومه هنا اسمها جيم. المعلومه جيم ديت هي مش معلومه في المنهج هو عباره عن استنتاج من الف وب الف وب في المنهج. دول المعلومات اللي انت لازم تسمعهم تقراهم وتفهمهم وتحفظهم وتتقنهم الاول. مش مطلوب منك جيم دلوقتي. جيم ديت هتستنتج بعد كده انت هتعرف تستنتجها. انما لما تروح للليفل ده من الاول ده شيء سيء جدا. عشان كده لو خدت بالك مثلا في المراجعات النهائيه هتلاقي اللي هو في الاول هنحل اسئله تطبيقيه مقالي سهل
مقالي مباشر وفي افكار برضو، بس ده اللي هيخليك تحل الاختياري. فلما توصل الاختياري ليس توصل ليفل بقى كتاب الامتحان وكتاب التفوق انا بتعامل معهم عادي، انما كتاب التفوق من اول مع السلامة انا ماتت انا احبطت بقى مش هكمل يعني. طيب في وقت يعني مثلا واحد دلوقتي بيسمعنا في شهر واحد من السنة شهر اثنين ايا كان، هل في وقت ان هو يلحق ولا يأجل بقى وخلاص؟ هو طول ما في وقت هو يلحق يعني، بس هو اشتغل يعني، هو لو قاعد يفكر هيعمل ايه مش هيعمل ايه، الاول لو اشتغل على طول هيلحق اكيد. تمام. وبعدين هو يعني موضوع ان هو يعمل اللي عليه ديت مختلفه من واحد لواحد يعني، في واحد اللي عليه اقل من الثاني، كل واحد عنده ظروفه مش عارف هو بدا شهر واحد ليه او كده، او حتى برضه هو لو كان مثلا مقضي الحبه الاولين كده ما ذاكرش فيهم، حتى لو ذاكر الحبه الاخرين اكتر من الباقيين بقى يقدر يجيب ان شاء الله. تمام. يعني هي الفكره كلها في استنفاذ الوسع، ربنا اداك مثلا ونمثله مثلا بقدر كده او اناء ده الوسع بتاعك، لو انت مليته خلاص. ممكن واحد الوسع بتاعه قد كده فهو عليه ان هو يملى الوسع بتاعه، انت الوسع بتاعك قد كده بسبب ظروف ما، مشاكل في البيت، ماديات، ايا كان، فالوسع بتاعك قد كده، لو انت مليته فانت خلاص تنفذت الوسع، فلك الخير ان شاء الله. طيب هل كنت متخيل لو ما جبتش اللي انت عايزه، ما جبتش المجموع اللي انت عايزه، فكرت في حاجه زي كده؟ هو انا فكرت في حاجه زي كده اكيد، وقلت يعني هو قدر ربنا برضه بيه يعني. بس كنت هتدخل بقى كليه خاصه وكده؟ لا. ليه؟ والدك مش هيرضى؟ هو الحاج عادل بيحبك جدا يعني؟ اكيد. هو لا، هو انا عن نفسي انا حتى ما بحبش الموضوع يعني، انا احب ان انا مثلا ربنا اداني حاجه بدل ما انا استنفذت وسعي اكيد ونزلت اللي عليا، انا الحاجه اللي جات لي بقى اكيد ده مجالي. فهمتك. تمام. هو الموضوع طبعا يعني في مبدئين عادي، انا لو مقتدر وشايف ان ابني يستاهل عادي يا عم يدخل كليه خاصه ويتعلم عادي. واي كليه تانية هي في الاخر انت بتجتهد فيها بالظبط يعني، ايا كان مجموعك بالظبط انا هثبت نفسي في المجال ده، ورزق ربنا واسع وارض الله واسعه، الموضوع مش مقتصر على، مش كل الناس تطلع دكاتره يعني الناس اللي بيسمعونا دول ربنا يوفقكم يا رب ويختار لكم الخير ايا كان الخير، مش كل الناس هتطلع دكاتره، كلكم معظمكم 90% عايزين تطلعوا دكاتره، بس دي الحقيقه، مش كلكم هتطلعوا دكاتره ومش مطلوب ان كلكم تطلعوا دكاتره، ومش كل الدكاتره مبسوطين بالعكس يعني. نفسنا كلكم تتميزوا ونفسنا كلكم توصلوا لافضل حاجه ممكنه، بس افضل حاجه ديت قد تكون حاجه تانية خالص غير الطب، فانت دايما تقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فانت خير من يختار، اختار ربنا هو الخير. طب امتى بقى احس ان هو الخير؟ لما تستنفذ الوسع، انا عملت اللي عليا خلاص ده خير، قصرت الله ممكن ما يكونش الخير ولا حاجه. طيب في زمايلك كتير بيسالوا عن مشاكل متعلقه بالنوم، انت قلت انت بتنام بدري ولا متاخر؟ انا بنام على حسب نفسي، بس هو مثلا 10 او 12 بس. تمام. 10 دي تعتبر بدري اصلا، او 12 حتى تعتبر بدري عند ناس كتير جدا في الزمن ده. طيب بتصحى امتى؟ بصحى 5 6 5 6 يعتبر بينام بدري بيصحى بدري. يعني انت كده بتحسب حوالي 7 8 ساعات نوم بالظبط. او لو نمت 12 فانت بتتكلم في 5 6 ساعات نوم. حلو. طيب بتنام اي حاجه خلال اليوم نفسه؟ لا بالنهار مستحيل، هو فتره واحده بس. تمام. كله على بعض. لو نمت في نص اليوم بصحى مصدع وما اعرفش اصلا اعمل اي حاجه. اسلام كان كده برضه، وانا كنت انا بنام بصراحه، كنت بنام 5 ساعات بالليل او 6 ساعات، وممكن انام ساعه او ساعه ونص بالايه بالنهار في وقت الظهريه لو اليوم فاضي يعني. بس فعلا انا شايف ان ده الادق بصراحه، ان الواحد ياخدها كتله على بعضها بيبقى اريح، لو هو عنده ايه، لو هو عنده حاجه طول اليوم. طيب حته موضوع الارق، هل انت كنت بتواجه مشكله في ان انا مش عارف انام وقاعد على السرير بقالي ساعه لا هو انا ما عانيتش مشكله الارق يعني الحمد لله. بس يعني الارق يعني هو مشكله، كان اي مشكله برضه يعني ليها حل. بس هو ما يسيبش المشكله يقعد جنبها، بس هو يحاول يحلها، ما يفضلش قاعد على السرير ويقول لك انا عندي ارق انا عندي ارق. بالظبط يعني، يا اما يقوم يا اما هو اصلا لو عنده ارق هو يتنه قاعد يقعد يفكر بقى في النتيجه في المواد اللي متراكم ويعمل ويحبط نفسه، يصحى زهقان ما يعرفش يعمل اي حاجه، الشيطان بيجي بقى في الحته دي بالظبط. اوفر ثينكينج، هو قاعد لوحده ومفيش اي حاجه يعملها، اكيد هيفكر في حاجات مالهاش لازمه. تمام. وانا عايز ازود بس حته في موضوع الارق ده يا شباب، البتاع ده اهو والضوء اللي طالع منه، وان انت مخك طول الوقت محفز. يعني ايه اكتر حاجه الشباب بيعملوها دلوقتي في سن اعدادي وثانوي، حتى في سن الكليه، حتى احنا والله، وانت بتسكرول الشورتس او الريلز اللي هي موجوده على الفيسبوك، فيديو عباره عن عده ثواني ما كملش دقيقه بيتكلم عن موضوع معين وشخص هايبر اكتف عمال يجري ومش عارف ايه، والفيديو بيجري بسرعه عشان يجيب لك الحاجه قبل ما ال 60 ثانيه يخلصوا، وبعد كده تدخل على فيديو تاني انت ممكن في خلال ساعه تشوف
200 فيديو. هتقول لي ازاي 200؟ ما انت ما بتكملش فيديو، هو كل فيديوهات بتكملها انت بتفتح شويه كده حسيت بالملل. انت متخيل انت بقيت تمل بعد قد ايه؟ انت ممكن 15 ثانيه لا انا زهقت، ولسه هيقعد 15 ثانيه كمان لا يا عم اقلب. فمخك طول الوقت محفز محفز محفز، عينك بتوجعك، الضوء اللي واصل للمخ الضوء الازرق دوت محفزك ومخلي الهرمونات بتاعت الدماغ بتاعت النوم بايظه خالص، فخلاص مش عارف تنام. واظن ان يعني زياد بيقول كنت من النوع اللي بنام على طول ما عادش من الارق، وده يعني ممكن اقول من احد اسبابه في السوشيال ميديا. انت كنت بتتعامل مع الواتساب والتليجرام وقت قليل اكيد. تمام ممتاز جدا. طيب في بعض الشباب برضو بيعتقدوا ان السنه عباره عن رصيد. يعني ايه؟ يعني انا معايا دلوقتي 100% انا في بدايه السنه، جه حصل لي مشكله، فالمشكله ديت اكيد هتوقع من رصيدي في الاخر. يعني زياد مثلا نقص 6 او 7 درجات، 7 درجات صح؟ 403. أيوة. فاكيد السبع درجات دول يبقى عنده حصل له 7 مشاكل طول السنه، او مشكله مثلا بثلاث درجات. يعني هل السنه بتاعتك ماشيه بشكل مثالي ولا كان في ضربات عاليه؟ لا اكيد السنه مش ماشيه مثالي طبعا. السنه اصلا انا احس ان السنه ماشيه بمحنه جايب، يعني هي مره كويسه ومره تكون فيها ضرب. طب المره اللي فيها ضرب ديت بتطول ولا انت بتقوم منها ازاي؟ ولا هي هو انا لو سبت المشكله وتنيتني قاعد هتطول اكيد. بس انا يعني جالي دروب دلوقتي، انا حسيت اني في دروب. هو بس المشكله انت امتى تعرف ان عندك دروب؟ انت مجرد ما تعرف بقى تشتغل صح، يعني من اول ما تعرف تشتغل عشان ما يطولش. جميل. يعني هي كده البرفكشنزم، في ناس بيبقوا قاعدين كده مستنيين الظروف كلها تتحسن. اصحى الساعه 6، 6 ودقيقه دي ما تنفعنيش، هي الساعه 6 او كده استنى 7 بقى، ديك بيدا كوكو كوكو في البدرية والدنيا ماشية مظبوط جدا، درجة الحرارة مظبوطة، الشاي درجة حرارته مظبوطة، الأكل مش عارف فيه إيه، الكتاب المذاكرة سهلة سلسة. مفيش حد بيبقى كده، إنها دنيا البيت الشعر اللي احنا والناس 700 ألف مرة طبعت على كذا، يعني هي مش صافية مكدرة، يعني فيها شوائب وأنت تريدها صفوة من الأقذاء والأقدار. مش كده، فهي مش كده، لازم يبقى فيها ايه ضربات يعني. تمام. طيب رايك في امتحانات الثانويه العامه 2023، حاسها صعبه ولا سهله؟ وخلينا نتكلم عن ماده سريعا. ماشي. العربي؟ لا العربي السنه كان كويس، احسن من السنه اللي فاتت. احسن من السنه اللي فاتت، وانا لاحظت كده في الدرجات ما شاء الله. طيب الانجليزي؟ الانجليزي لا السنه دي كان امتحان بسيط، الانجليزي السنه دي سهل. الفرنساوي؟ لا فرنساوي طول عمره بسيط. ما ينفعش يبقى صعب اصلا. بتوع 2021 انا فاكر كانوا زعلانين من الالماني، بتوع الالماني من سنتين كانوا اتظلموا قصاد الفرنساوي يعني. طيب الفيزياء؟ لا الفيزياء ما كانش عندهم مشكله. الفيزياء. الكيمياء؟ الكيمياء هو الامتحان يعني كان صعب بسيط حل. دي النقطه بقى. الاحياء بقى يعني لا. عشان بس اقارن ما بين الكيمياء والاحياء، الاحياء ما كانش كاسئله صعبه، بس في اسئله ما تحلش، يا اما تحلها انت تختار لك اجابه كده وتشوف صح ولا غلط انت بختك بقى، يا اما بس مش طبعا مش كل الاسئله، يعني في اسئله كده منطقيه وتحل عادي، في اسئله بقى ثانيه انت استبعدت اختيارين قدامك اختيار قدامك اثنين ثانيين عشان تفضل بينهم، دي موضوع صعب جدا، او حتى مفيش مفضله يعني احيانا ما يكونش في مفضله صح. طيب جيولوجيا؟ لا جيولوجيا كان كويس. الامتحان الجيولوجيا كانش سهل. لا هو كان امتحان خادع بس هو كان يتحل يعني كويس. تمام. انا بس عايز اعلق على المفارقه ما بين كيمياء واحياء، والكلام دوت اللي يعني انا اتكلمت فيه قبل كده، والكلام لدفعه السنه اللي فاتت لو حد منهم بيسمعنا، والكلام لدفعه السنه الجديده عشان بس ابينز لهم يعني ايه امتحان صعب. الكيمياء كانت صعبه وشديده، ولكن الاسئله تتحل، والاسئله في الاخر ليها اجابه وثلاث اجابات غلط عشان توصل الاجابه صعب. يعني اسمع الامتحان كان تقيل بس في الاخر هي اجابه. لما المدرس يخرج مش هتلاقي اثنين مدرسين مختلفين، ومش هتلاقي المدرس يقول لك والله دي تنفع ودي تنفع. انا عن نفسي احب ان كل الامتحانات تبقى كده شديده وصعبه عشان تميز الناس عن بعضها، الطالب الـ 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 الشاطر يفرح ان الامتحان بيميز. تمام. بس الاحياء ما كانتش كده. الاحياء عندك 46 درجه يعني على توقعي وعلى ما اتذكر اللي انا حسبتهم 46 درجه من الاسئله يعني كويسين يتحلوا وليهم اجابه وثلاث غلط منطقيين. في 14 درجه اللي هو تقريبا 25% من الامتحان عباره عن والله دي تنفع ودي تنفع، لو فكرت كده هتاخد دي، لو فكرت كده هتاخد دي، ودوت مش اختلاف بين المدرسين، لا كل المدرسين متفقين ان السؤال ده ينفع اجابتين، وان السؤال دوت ممكن الطالب يفكر كده والطالب يفكر كده. فدي مش خطا علمي يعني، هو خطا في الصياغه، في صياغه السؤال،
في اللغه العربيه بتاعته، وده كان اعتراضي على الامتحان. انا ما عنديش مشكله خالص ان انت تصعب الاحياء 3 4 مرات اكتر من كده. يا جماعه احنا بقالنا سنتين ما حدش قفل احياء على مستوى الجمهوريه، ودوت مش عشان بقى مثلا ببرر لنفسي ان طلبتي جابوا قليل. طب ما انا عندي ناس جابوا 59 السنه دي، 59 السنه اللي فاتت، وناس جابوا 58 كتير، وناس جابوا برضو قليل، وناس جابوا فوق الطلبه. انا كنت متوقع ان هم يقفلوا، جايبين مثلا 50، و50 دي بالنسبه لهم قليل، وانا شايف ان 50 قليل عليه. بس بالامتحان ده حبيبي انت مقفل، انت في نظري مقفل، ومش عندنا بس، عند المدرسين كلهم، الناس كلها. فاتمنى ان شاء الله ان شاء الله امتحان الاحياء السنه الجايه او الامتحانات بشكل عام تبقى متقنه، واساتذتنا في الوزاره يعني ناس اجلاء واحسن مننا مليون مره والله. هي منشده من واحد اخوه كان في ثانويه، واخته كانت في ثانويه السنه دي، واختي هتبقى في ثانويه كمان سنتين وزياده اهوت، والناس الباقيه دول اخواتي. فمناشده ان الامتحانات بس صياغتها تتظبط. يا عم صعب زي ما انت عايز، بس خليها قويه علميا وقويه في الصياغه اللغه العربيه. مش عايز في الاخر انا كمدرس او حد تاني يبقى قاعد والله دي تنفع ودي تنفع. ليه بتتحط في الموقف ده؟ فربنا ييسر يعني. لكن في العموم الامتحانات كانت في المتناول، زي بس انت علقت مثلا على الكيمياء ان هو كان صعب شويه. أيوة. الجيولوجيا كان خادع. سهل ممتنع اللي هو بيوقع دوت. الاحياء والمستعان يعني. وفي الختام عايزين بس زياد يوجه كلمه، يعني اكيد انت في دماغك كلام كتير جدا واحنا اتكلمنا مع بعض، لو في حاجه مميزه انت عايز توجهها للطلبه الكاميرا معاك. وانا عايز بس اوجه للطلبه ان الفتره اللي احنا فيها دي كده هي بتكون فترة خمول عند اغلب الطلاب. ومثلا لو شخص يعني مش قصدي مثلا ان هو يهلك نفسه قوي، بس يعني لو بذل مجهود اكتر من اللي بيبذله الفترة ديت هيقدر يتميز، وهيقدر الموضوع ده هيفرق معاه في الاخر كمان. هيبقى مستريح نفسيا وبيراجع، مستريح نفسيا في امتحاناته، هيحس ان في مجهود اتبذل طول السنة، وهيحس ان نتيجته مكللة، يعني النتيجة ديت كللت التعب اللي حصل طول السنة. اما ان هو يستنى للاخر ده كل وقت بيضيع منك يعني. الله اعلم انت ايه، انت مش ضامن ظروفك في المراجعه ايه اللي هيحصل. ممكن تتعب في المراجعه، ممكن يحصل حاجه لا قدر الله يعني. بس التعب والشغل من البدايه احسن. وبرده عدد الطلاب العلم علوم مثلا هيبقى كتير جدا، بس هو برده كل فرد فيهم الواحد مثلا منهم لو تعب واشتغل والتزم هو يقدر يجيب حاجه ان شاء الله. طيب انا شايف بصراحه ان انت يعني زياد اختار حته دقيقه جدا وجميله جدا، لان انا شايف انتوا حوالي تقريبا 400,000 طالب علم علوم. فانا يا فلان اللي بيسمعني دوت، انا بقى اللي هتميز وسط 400,000 دول؟ انا مش عايز يعني، هل انا كده ببشرك وافرحك ولا بتحسر؟ 400,000 دولت في كام واحد منهم صادق؟ في كام واحد منهم بياخذ الكتاب بقوه؟ قليلين للاسف. للاسف بالنسبه لي، وممكن انت بالنسبه لك والله يعني ايه ده، يعني التميز سهل؟ والله سهل، والله سهل الموضوع، بس محتاج جدية منك انت. بس ابذل. هو هل زياد هو شخص منزل من السماء؟ هل زياد عمل اشياء خارقة؟ زياد انا اللي شايفه شخص ملتزم، شخص صادق وبيأخذ الكتاب بقوة. هو حط جدول هنفذ الجدول، زي ما كان مثلا اسأله يا زياد ها يعني حاسس بتراكمات، ايه المشكلة؟ هاخد من وقت نومي وهلم التراكمات في خلال اسبوع تخلص. يا زياد بتعمل ايه في امتحانات الدروس لما تحبط؟ نقص المشكله يعني هقوم وان شاء الله اللي جاي هقفل او هجيب درجه اعلى. يا زياد في مشكله مش عارف ايه المشكله، هواجهها. هو راجل صادق مع نفسه، في مشكله هتواجه، في تقصير هزود المجهود. راجل جاد في اخذه للكتاب، راجل صادق مع نفسه، مش اللي هو ايه يعني انا ببذل ومش عارف ايه وهو بيضحك على نفسه. لا، معظمكم للاسف بتضحكوا على نفسكم. أنا والله مش ببكتكم، أنتوا فيكم ناس كتير كويسين، بس أنا بقول إن ده المعظم. فتميزك أنت سهل قوي. في دلوقتي في كام واحد خريج من كلية الطب كل سنة؟ كتير جدا. في كام دكتور شاطر في الدفعة مميز وبيعمل عملية محدش بيعملها، بيعرف يعالج مرض محدش بيعالجه بفضل الله سبحانه وتعالى؟ قليلين، المميزين قليلين. في كام خريج من كلية التجارة؟ في كام واحد منهم هيبقى بيزنس مان؟ في كام واحد منهم هيبقى محاسب شاطر؟ في كام قليلين؟ في كام مهندس؟ في كام مهندس متميز؟ فالناس كتير جدا، ولكن قليل من هو متميز. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. يعني ايه الراحلة؟ الراحلة هي الإبل القوية، الناقة القوية اللي تقدر تبلغك في الرحلة في المسير، هتقدر تحط عليها الحمل بتاعك وتسير بيك مسافة كبيرة جدا. 100 إبل لا تكاد تجد فيهم راحلة. فكذلك برضو الطلاب كتير جدا لا تكاد تجد فيهم راحلة قوية لتعبر رحلة الثانوية العامة.
فكون أنت هذه الراحلة من ضمن الإبل الماء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كل طلاب الثانوية يكونوا كلهم راحلة، والإبل الماء كلهم يكونوا راحلة، والربعمائة ألف طالب تقريبا يعني علم علوم كلهم يكونوا أقوياء. ربنا وفقكم شباب، ورب أسمع عن كل خير، ويا رب استعملنا ولا استبدلنا، ونكون فعلا صادقين في تأديت هذا الكلام. وشكرا جدا جدا جدا، جزاك الله خيرا يا زياد، والمرة تانية نورتنا ونورت المنوفية، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة بإذن الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله.